بالظبط ده انا عامل لكم الجرين سموذي او السموذي او اللي هو العصير الاخضر، فيه حاجات كلها خضراء، افوكادو، تفاح اخضر، ليمون وجرجير وريحان. عمركم شفتوا سموذي قبل كده او مشروب بجرجير؟ انا جربت يعني ماما كانت شربنا اياه، يعني هذا الجرجير مفيد على فكره، بس انا ما اكله مع الجبنه البيضه، ساندوتش كده جبنه بيضه مع كوبايه شاي، خطيره. لا جرجير صح، والسلطه دو ايه سموذي النهارده بقى. كمان هعمل كمان حاجه خضراء، كنت ايه انا قمر ايوه قمر. النهارده كمان هعمل شيش طوق، بس مش هحطه في عيش، هحطه في خس، عشان النهارده احنا اخضر ولايت كده وهيلثي وجميل، ومش عايزين كربوهيدرات وكروش، فاحنا هنعمل الشيش طوق بس هنحطه في خس بدل العيش. يعني هو بيقول مفيش كروش، الحقيقه احنا الثلاثه ما شاء الله كله شفط بطن، وانا بحس على كرش شفط برضو. انا ببقى مبسوطه قوي لما ببقى لابسه حاجه كده مش مبينه بطني. الأهم إذا الكاميرا مخدانة من جنب ارجعي لورا ما تبين من ليه. هاي تركاية تعالى. هم مين أصلا رفيعين وعمالين يتكلموا؟ بصوا أنا يعني حاسس إن أنا متضايق جدا من الموضوع ده، أموت نفسي. طيب تعالى أقول لكم دلوقتي المكونات بتاعة الفراخ الشيش طاووق. مكونات الأسياخ بتاعة الشيش طاووق هي وراك فراخ، فلفل رومي ألوان، شرايح بصل والتتبيلة، توم، بصل بودرة، بابريكا، ليمون، زبادي يوناني، ملح وفلفل وزيت زيتون طبعا وزعتر معروفة. وللتقديم هنحتاج طحينة ودبس رمان وكزبرة خضراء وشرايح ليمون وأوراق خس اللي هو الكابوتشا المستورد. ماشي. الطحينة دي هتعمل بيها ايه معلش؟ تتبيلة؟ الطحينة دي في الآخر بس كده. كده يعني حاجة بسيطة خالص جدا. ماشي. هنعمل ايه طبعا قبل ما نتبل؟ هنحتاج ان احنا نعمل ايه هنا؟ نسخن طبعا صح؟ معروف نسخن كده عشان ايه؟ نولع في ال اعتبرنا، فبتحسي ان اي جواب بتجاوبيه غلط. ايوه هو واقف. لا ليها مصطلح عنده؟ بشاور. انت عندك دلوقتي اتنين مصطلح اللي هو سوفريتو وايه؟ يعذب اللحمه. لا في كمان يرقص. نرقص الحلويات. ده الحلويات. لا دي ما قلتها ليش انا دي. لا هتيجي هتيجي في يوم من الايام. ما خدتهاش انا دي. ما خدتهاش في المنهج. طيب هنعمل ايه؟ هنجيب اوراق الفراخ دي كلها وننزلها هنا اهو، وننزل عليها ايه برضو؟ ننزل عليها زبادي. طب عمر لازم بس وراك فراخ، يعني انا واحده من الناس بحب الصدر. الشيش بيحتاج وراك عشان اطعم. وبعدين بيطلع قطره واطعم. بس ممكن نعمل التتبيله دي في صدور برضو ممكن طبعا تشويها. طبعا الكل ينفع. انشف بتخيل. بالظبط. بس الزبادي هيرطب. في مرات قالوا لي انا اذا بتحطي على الفراخ المشروب الغازي اللي شفاف بيكون. ايوه ما حطيته على الكبده. انت شفتيها على الكبده؟ شفتها وجربتها ودقتها وكلتها واستطعمتها وعملت كل حاجه. مش قادره تنسى الكبده. والله العظيم هيقولوا علي ان انا برضو بقعد اطبل لك. والله العظيم. بس والله ما بطبل له بجد. انا جربتها بنفس طريقته بالظبط. وما لهم ما تطبل له. ايوه عادي على فكره براحتنا. على فكرة. والله العظيم عملتها بنفس الطريقه بتاعته بالظبط، وقعدتها نصها في الثلاجه. خطيره إله نفس الاكل المقصوف. بتعرف مقصوف. امال هم مستحملني ليه؟ عشان نفسي حلو في الاكل، عشان باكلهم بس. طيب احنا عملنا ايه؟ طب انا بس عايزه افضحك الاول. لا هتقول ايه؟ طب استنى بس هفضحك. هقول إيه؟ اللي انت عملتيه. ايه اللي انت مخبيه تحتيكي؟ شلتها. والله العظيم عرفت قلت بقى ممكن هو يحرجني على الهوا ويقول لك ايه قومي كده. شلتها. هي نرمين بتسرسب الوصفات، روان الكونتنت بروديوسر بتاعتنا. بتاخد الورقه فيها الوصفات اللي انا كاتبهم عشان تتاكد ان كل حاجه مظبوطه. ماشي. فراحت نرمين راحت مكمرها وراح تحطها تحتي. انا هعمل الوصفه دي. ممكن اقوم بس اجيب حاجه؟ مش هقوم بس اجيب حاجه يا استاذ خالد. استاذ خالد عامل لنا رعب في الاستوديو. معلش اهي وريها لهم. افتحي بقى. بصوا ثانيه واحده، عايزين تشوفوا الدرج ده في ايه؟ في موبايلي، في موبايل رند، في اطباق، في حاجات، وفي دي. بصوا بقى بصوا بقى انا هوريكم. بصوا روان حبيبتي ربنا يخليها لنا والله العظيم. بصوا بقى هنا عشان انا بقعد بتعب لما لان البيج بتاعت القناه بينزل عليها حاجات كتير، فانا ببقى مثلا عايزه الوصفه بتاعت البتاع فاعمل ايه؟ فبقعد اقعد ادور وبعدين اعملها سكرين شوت. فانا بقى خدت قرار هعمل ايه بقى؟ انا هسرق ورق روان. هي دي ورق روان. دي المقادير والتتبيله عندي بقى، فباخدها وكنت حطها خلاص. انا شفتها لقطها قلت هفضحها على الهوا. فانا خدت والله. طب وحياه ربنا انا قلت ايه؟ عمرو ممكن يلعب الدنيئه معايا. دي الوصفه اللي احنا بنعملها. دي وصفه
الشيش طاووق. الشيش طاووق. اي دي شيش طاووق. والتانية دي ايه؟ وصفة سهلة فقالت. ده بتاع السموذي. الشيش طاووق والسموذي. لا ماليش في الشرب، انا ليه في الاكل على طول. انا عايز اكل. حاضر. بالظبط. من عينيا يا استاذ خالد هعمل لكم. انت لازم بس تطبخيها تصوريها وتنزليها على الانستغرام او الفيسبوك او هذا وتعملي منشن. انا عايز اقول لك حاجه، انا يوم الكبده انا كنت فاكره انا على بال ما عملت السندوتشات كانت خلصت. والله العظيم كانت خلصت، بقيت اتخانق مع جوزي ومع يوسف، قلت لهم طب استنى كنت عايزه اصورها، خنقت نفسي. حسيت بيك والله يا عم، حسيت بيك لما احنا بنقعد نخطط الاكل. استنى عايزه اصور. عن جد انا اوقات لما عامل لحديت ما اطلع من الاستوديو بكون خلصت. ايوه. المشاهدين قالوا هيقولوا علينا رغاين قوي. انا بقول لكم انا بالاردن ما بيطعموني باجي باكلهم. يا قلبي يا سلام يا لهوي، ده احنا ناكلك لحد ما تشبعي، لحد ما تموتي بعد الشر. بعمل ايه دلوقتي؟ بسيخ البتاع ده، السيخ. بسيخ السيخ. هسيخ ايه يعني؟ ماشي. وبحط الفراخ الوراك اللي تبلناها القمر دي، طبعا ممكن نستخدم دي او ممكن نستخدم كمان، انا متبل الفراخ من قبل. اخلي هاي تتعشق. بالظبط عشان ناخد يعني احلى طعم. بنحطها ساعتين على الاقل في الثلاجه. دي معروفه هتروح فين؟ دي في الثلاجه برضه. لا ثلاجه نرمين معروفه. ايوه الثلاجه. انا لقيت عندي منافس على الاكل. بالظبط. انا اروح الاكل ست نرمين. لا خلاص دلوقتي في وصفه ليا. وصفه ليك. عازميني عندك. يا سلام. لازم اطلب منك وانت توفري مواعين. اي بالظبط. عجبك الفكره؟ حلو. بس انت مش مفروض تلفت انتباه لنرمين. لا لا ما انا كنت لا بس ضيفه برضو عموره. ما ماشي لسه بتعتبريني. لا ضيفه في بيتي. هتزوم عليك يا بنتي، ما تقوليش الكلام ده. هتزوم عليك. احرجتني. عمال هنا بص تطبيل رايح جاي وانا قاعد مع السيخ الفراخي. حرام. ما طبرت لك قبل خمس. ايوه بس انت في حاجه نسيت تقولها. قالت الحقيقه اسمها. اوكي صح. طب انا في حاجه انت نسيت تقولها يا عمر. ايه يا حبيبي؟ انت نسيت تقول ان انت بليت السيخ. بليت السيخ صح. انت شفتيني. شفت بقى. شفت انا مركزه ازاي مذاكره. برافو والله.